تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. ومشهد اليوم ينفتح على مدينة نيويورك التي تشهد الآن جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة أيضا في قطاع غزة التي قال المندوب الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف خلال هذه الجلسة إنها تتجه إلى كارثة، مطالبا جميع دول العالم وفي مقدمتهم إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وسماح من قبل السلطات الإسرائيلية طبعا بدخول البضائع إلى هذا القطاع الذي يعاني حصارا مشددا قد يدفع الأمور إلى حرب ثالثة بين إسرائيل وبين قطاع غزة الذي يشهد مظاهرات متتالية بدأت منذ يوم الأرض ومتواصلة حتى الآن على الحدود مع إسرائيل، مطالبة بفك هذا الحصار وأيضا مطالبة بعودة الحق الفلسطيني إلى أصحابه. أيضا السيد رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن حذر من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وقال إن إسرائيل تفرض عليه حصارا أو على هذا القطاع حصارا ظالما قد يؤدي أيضا إلى تفاقم الأوضاع. طلب أيضا بإنهاء هذا الحصار، فيما يبدو أن الأوضاع في قطاع غزة قد وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه في هذا التوقيت تحديدا، لأن الأوضاع في قطاع غزة سواء الطبية أو الأوضاع الإنسانية قد وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه دوليا، مما دعا بالفعل مجلس الأمن إلى أن يعقد هذه الجلسة الطارئة في هذه المناسبة. انضم إلينا من قطاع غزة السيد حسن عبدو المحلل السياسي من قطاع غزة. مرحبا بك سيد حسن، وأوصف لنا الأوضاع الحالية في القطاع والتي استدعت أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بشأنها، تفضل. منذ ما يزيد عن 11 عاما قطاع غزة يعاني من حصار وحرمان من المواد الأساسية الضرورية ومعزول عن العالم كاملا، الكهرباء على سبيل المثال 3 ساعات في 24 ساعة، في معظم الخدمات الأساسية كالتعليم وكالصحة تدنت إلى حدود لا إنسانية ولا أخلاقية. حرمان الفلسطينيين من عوائد حتى الرواتب حتى الموظفين. قطاع غزة يعاني من حصار مركب ليس فقط من الاحتلال، وإنما أيضا اليوم السلطة الفلسطينية تفرض إجراءات عقابية على قطاع غزة، كما أن معبر رفح الذي يربط قطاع غزة مع العالم يتم فتحه بشكل استثنائي 3 أيام أو يومين حسب الأحوال والظروف الأمنية في سيناء. كل هذا الواقع اليوم خلق حالة لا أخلاقية ولا إنسانية، وأن هناك انهيارات اليوم في قطاع غزة دفعت الشباب ومعظم السكان إلى الحدود للاشتباك مع الاحتلال كحالة من الحالات الضغط على المجتمع الدولي النظام الإقليمي العربي للتدخل من أجل حل الأزمة المستعصية اليوم. هذه الأزمة هي مخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية. هذا الحصار هو جريمة بحق الإنسانية. اليوم يتعرض قطاع غزة بكل معنى الكلمة، أتحدث عن جريمة يرتكبها الاحتلال من خلال هذا الحصار. غزة أشبه بمعتقل كبير لا يستطيع أحد أن يأتي إليه أو يزوره، ولا يستطيع من هو في داخل هذا المعتقل أن يخرج إلا للعلاج أو للالتحاق. طيب سيد حسن، يعني دعنا نتطرق إلى الوضع الداخلي الفلسطيني. أنت تقول إن السلطة الفلسطينية تساهم أيضا في هذا الحصار،
ألم يكن هناك نوع من الحوار بين السلطة الفلسطينية والإدارة في غزة، وكانت هناك بارقة انفراج منذ تقريبا شهرين أو ثلاثة؟ ما الذي أوقف يعني هذا المسار؟ كان هناك جهد مصري متوافق عليه ومقبول لدى كافة الفصائل الفلسطينية منذ عام 2009. بدأ الحوار الفلسطيني في القاهرة، وخرجت جملة من الاتفاقات منذ ذلك الوقت وحتى اليوم. أكثر من جولة تمت في القاهرة وتم الاتفاق، لكن للأسف الشديد لم تنتهي إلى مصالحة جدية، وأدى ذلك إلى ثلاثة حروب في ستة سنوات فقط، ثلاثة حروب وعدوانات قاسية شنها الاحتلال الإسرائيلي، دمر البنية التحتية بالكامل لقطاع غزة في عام 2014 وعام 2012 وعام 2009. شن ثلاثة حروب كبيرة أدت إلى استشهاد وجرح المئات من أبناء قطاع غزة. لذلك كما تفضلت، هناك جلسات للحوار، كان هناك جدية وكان هناك اندفاعة كبيرة من القيادة المصرية لإتمام المصالحة في الأشهر الماضية، وتوجد باتفاق وقع بالقاهرة، ولكن للأسف لم تنتهي ولم تحقق آمال الشعب الفلسطيني بإتمام هذه المصالحة. هناك عقبات إما يضعها الاحتلال الإسرائيلي من جهة، أو الأطراف الفلسطينية نفسها هي تعيق أحيانا. لكي نكون منصفين، ليست كل ما يجري لقطاع غزة هو ناجم عن قوة خارجية، أيضا هناك قوة الداخل الفلسطينية، الصراع بين حركة حماس من جهة وحركة فتح من جهة أخرى، والانقسام الذي جرى في عام 2007 والذي استمر إلى اليوم ولم يستطع الأطراف الإقليمية جسر الهوة بينهما، هو أيضا سبب من الأسباب التي أودت بقطاع غزة إلى هذا المستوى من الانحدار والتردي. طيب، السيد حسن عبدو المحلل السياسي، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. ونتحول الآن إلى نيويورك مرة أخرى لمتابعة جلسة مجلس الأمن، وفيما يبدو أن مندوبة المملكة المتحدة هي التي تتحدث عن هذا الموضوع. إلى هناك. بالتحديات لأولئك الذين هم ملتزمون بالسعي وراء إعادة أحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. بالنسبة للمملكة المتحدة، نحن نشعر بالقلق إزاء الزيادة في أعمال العنف والزيادة في أعداد الفلسطينيين الذين تعرضوا للإصابات أو للقتل، ونحث إسرائيل على ضبط النفس عند الاستجابة للمظاهرات. المعذرة. والأطراف كلها يجب أن تحترم التزاماتها بحسب القانون الدولي، وبشكل خاص مع سفيرة هيلي نحن أيضا نكرر أهمية حماية القصر. من الواضح أن حماس وأتباعها يستغلون هذه المظاهرات لمنفعتهم. إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس والمجموعات الإرهابية الأخرى. نظرا لأهمية المساءلة، نحن ندعم التحقيقات المستقلة والشفافة، وبالتالي نرحب بالتزام إسرائيل للتحقيق في العمليات، ونطلب نشر هذه النتائج، وإن كان هنالك أي سوء تصرف يجب مساءلة المسؤولين عن ذلك. إن الشاغل المباشر السيد الرئيس هو منع أعمال العنف الإضافية. نحث كافة الأطراف على ضبط النفس وبذل قصارى جهدها لمنع أي تصعيد إضافي للوضع والخسائر في الأرواح. وبشكل خاص نحث الإسرائيليين على إعادة النظر في استخدام القذيفة الحية، ونحث القيادة الفلسطينية على الدعوة إلى المظاهرات السلمية. الفلسطينيون لهم الحق في التظاهر بشكل سلمي، ولكن من يؤثر على حماس يجب أن يوضح أن استخدام العنف والتكتيكات العدائية هذا غير مقبول، وهذا لن يقوم بمساعدة القضية الفلسطينية. أعمال العنف لسوء الحظ ألقت بثقلها على الوضع الإنساني الصعب أصلا في غزة، وهذا يصح بشكل خاص بالنسبة إلى قطاع الصحة، وكان يعمل بأي حال بشكل محدود.
الأطراف السيد الرئيس يجب أن تبذل قصارى جهدها لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الوضع الاقتصادي والإنساني البائس، ونطلب من إسرائيل التخفيف من القيود على تحرك السلع والأفراد وتوفير المساعدات الطبية الطارئة. نحث مصر على فتح المعبر بشكل دائم، وذلك للتخفيف من معاناة المدنيين الأبرياء في غزة. حماس يجب أن تقرر هل هي مستعدة لكي تعمل لصالح السكان في غزة والانضمام إلى جهود السلام، أو هل ستستمر باستخدام الإرهاب وتجاهل احتياجات السكان في غزة. المجتمع الدولي يؤدي دورا مهما في تحسين الوضع الإنساني، وهذا يتضمن الدعم الإضافي للأونروا التي تقدم خدمات أساسية للأكثر ضعفا بين اللاجئين الفلسطينيين. الوضع في غزة يمكن أن يتحسن بشكل ملحوظ من خلال عودة السلطات الفلسطينية إليها. المملكة المتحدة ما زالت تدعم المصالحة بين فتح وحماس، والسلطة الفلسطينية ستستأنف مهام الإدارة في غزة وتقوم بالحكم الرشيد المسؤول. نحن نرحب بجهود التيسير ونشجعها على تشجيع الأطراف لمناقشة مواضيع صعبة مثل الأمن. المنسق الخاص السيد ملادينوف أظهر عن قيادة مميزة في مجال المصالحة وضمان الوصول والمشاريع لتحسين الوضع في غزة. السيد الرئيس أكرر كالعادة أن المملكة المتحدة مستعدة لمساعدته. العملية نحو السلام تستحق أو تستوجب الصبر، ولكن من تجارب التاريخ نعلم أن العنف لن يساعدنا في تحقيق هذا الهدف. النزاع هذا لن يحل إلا من خلال عملية سياسية، من خلال حل الدولتين. ثمة حاجة طارئة لتجديد المفاوضات لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام وتوفير السلام والأمان للإسرائيليين والفلسطينيين. والمملكة المتحدة من جديد ملتزمة بفعل كل ما في وسعها لدعم هذا الهدف. السيد الرئيس، النزاع الإسرائيلي والفلسطيني لا يمكن ننظر إليه بشكل منعزل عن النزاعات الأخرى في الشرق الأوسط. إن أمن إسرائيل ووجودها يجب ألا يعرض للخطر من قبل أي دولة عدو في الأمم المتحدة. إن تعزيز القذائف في سوريا وأماكن آخر هذا يشير إلى التصعيد، وزيادة أعمال العنف في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة هذا سيؤثر على الاستقرار في المنطقة ككل. أستغل هذه الفرصة سيد الرئيس لكي أذكركم بما أن خطة العمل المشتركة الشاملة المشتركة ذكرها سعادة السفير من إسرائيل، أود أن أذكركم أن موقف المملكة المتحدة حول هذا الاتفاق واضح وسيظل واضحا. نحن نعتقد أن هذا الاتفاق اتفاق هام يجعل العالم أكثر أمانا ويساهم في الأمن الإقليمي والعالمي من خلال تحييد خطر إيران مسلحة بالسلاح النووي، ونحث كافة الأطراف فيما نناقش هذه الخطة التفكير في الأمر ذاته. أشكر سعادة ممثلة المملكة المتحدة على هذا البيان، وأترك الكلمة الآن إلى سعادة ممثل الصين. السيد الرئيس، أولا أشكر الممثل الخاص السيد ملادينوف على إحاطته. إن مسألة فلسطين في صلب الشرق الأوسط ومسألة أساسية متصلة بالسلام في الشرق الأوسط، ومن خلال حل هذه المسألة يمكن أن يتم من تخفيف التوترات في الشرق الأوسط. إن بناء المستوطنات ما زال متواصلا مع زيادة أعمال العنف، والوضع المتوتر في قطاع غزة واضح. الصين تتابع عن كثب هذه التطورات وتشعر بالقلق إزاء العدد الكبير في الخسائر نتيجة لهذا النزاع. مجلس الأمن والمجتمع الدولي يجب أن يبقى متحدين، والمضي قدما بحل النزاع الإسرائيلي والفلسطيني، وهذا أيضا يلبي طموحات الشعوب في الشرق الأوسط والمنطقة والعالم.
حل الدولتين الوسيلة الصحيحة لحل المسألة الفلسطينية. المجتمع الدولي يجب أن يمتثل لقرارات مجلس الأمن، مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وذلك لتعزيز جهود استئناف المحادثات. مجلس الأمن في قراره 2334 هذا القرار يجب أن ينفذ بالكامل، والأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة يجب أن تتوقف، يجب اتخاذ التدابير لمنع العنف ضد المدنيين. كافة الأطراف يجب أن تمارس ضبط النفس وأن تسعى إلى التسوية وتفادي التدابير التي تؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهور الوضع وخلق الظروف المؤاتية لاستئناف الحوار. الأطراف التي تؤثر في الشرق الأوسط يجب أن تؤدي أيضا دورا بناء في هذا الصدد. السيد الرئيس، الصين تدعم وتعزز عملية السلام في الشرق الأوسط وتدعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة لها. الرئيس الصيني كان له مقترح بأربعة نقاط لتعزيز حل القضية الفلسطينية، ما في ذلك تعزيز الحل السياسي على أساس حل الدولتين. يجب أن نمتثل لمفهوم أمني مشترك وتعاوني، ويجب تنسيق جهود المجتمع الدولي وتعزيز تآزر السلام وأخذ التدابير الشاملة، وذلك لتعزيز السلام من خلال التنمية. الصين ستستمر بتعزيز دور بناء في تعزيز هذه أو في تنفيذ هذا المقترح في عملية السلام في الشرق الأوسط. السيد الرئيس، مسألة القدس معقدة وحساسة ولها علاقة بأساس حل القضية الفلسطينية. الأطراف كلها يجب أن تحترم تاريخ هذه المدينة وتحلي بالحياد وتنفيذ توافق الآراء الدولي للوصول إلى التعايش السلمي، وبحسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يجب التوصل إلى حل مقبول لدى كافة الأطراف وأخذ في الاعتبار مصالح كافة الأطراف في حل مسائل الوضع النهائي. حاليا التحديات الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبحت أسوأ مع الوضع الإنساني في غزة المتدهور. المجتمع الدولي يجب ألا ينسى الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، يجب أن يستمر بتوفير المساعدة الإنسانية لهم. الأونروا أدت دورا أساسيا في التخفيف من المعاناة الإنسانية في الأراضي المحتلة، ونطلب من كافة الأطراف الاستمرار بزيادة الدعم إلى الوكالة والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والاستمرار بتحسين الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين. شكرا سيد الرئيس. أشكر سعادة ممثل الصين على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى سعادة ممثل فرنسا. السيد الرئيس، بداية أشكر السيد نيكولاي ملادينوف على عرضه الواضح والدقيق وعلى الإنذارات التي أطلقها اليوم. نشكره على التزامه والتزام فريقه. قلنا ذلك منذ سنوات، الواقع على الأرض ليس بالوضع الراهن، ونرى ذلك من خلال التدهور اليومي للوضع الذي قد يتدهور أكثر وأكثر، يستحيل إلى أزمة مفتوحة في غزة والقدس والضفة الغربية. عقد بعد عقد يتم تأجيل السلام على الأرض، وأيضا في الخطاب وفي أذهان وقلوب الناس جيل بعد جيل الفلسطينيون والإسرائيليون يفقدون الأمل بحل هذا النزاع. إن الأنشطة الاستيطانية المتواصلة والاحتلال المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية والحصار المفروض على غزة، ولكن أيضا الانقسامات بين الأطراف الفلسطينية وأعمال العنف المتواصلة، هذا كله يؤدي إلى وضع غير مستقر.
وهذا انعكس في النزاعات الثلاثة التي ضربت غزة في العقود في العقد الأخير. لهذا السبب والأسباب التي ذكرها السيد ملادينوف، إن مايو شهر مليء بالأخطار ويحتوي على عناصر للتصعيد، وبالتالي من الملح وبشكل متسق أن نقوم بنقل أو توجيه الرسالة المناسبة إلى أصحاب الشأن. الوضع في غزة سيكون تركيز نقطتي الأولى. هذا يشير إلى الخسائر البشرية الجديدة للنزاع الإسرائيلي والفلسطيني. إن القمع نتيجة المظاهرات الأسبوعية التي بدأت منذ شهر، إن عدد القتلى مأساوي وكبير. بعد 4 أيام جمعة متواصلة من المظاهرات في غزة بالقرب من السياج الأمني مع إسرائيل، على الأقل 35 تعرضوا للقتل، ومنهم أشخاص من القصر ومن الصحافة. نشعر بالقلق إزاء هذه التطورات وإزاء تكررها، وهذا يؤدي إلى تدهور الوضع المتدهور أصلا في قطاع غزة. تم خطو الحدود في أعمال العنف منذ اليوم الجمعة الأول، وأعمال العنف ما زالت متواصلة. إذن عدد القتلى كبير، وهذا متصل بالإجابة غير المناسبة وغير النسبية التي استحالت إلى علامة من علامات القوات الأمنية الإسرائيلية. يجب أن نسلط الضوء على هذه الأحداث الخطيرة، وحتنا علما بإعلان الجيش الإسرائيلي بإنشاء آلية للنظر في الوقائع. إلى جانب هذه المراحل الأولى، نحن نذكر بنداء الأمين العام لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة. السيد الرئيس، ثمة متطلبان أساسيان لتفادي غدا وفي يومين الجمعة المقبلين في تواريخ 14 و15 مايو، علينا أن نتفادى الأسباب التي تسببت بالآثار ذاتها. أولا ومن جهة، احترام القانون الإنساني الدولي أساسي، وهذا ينطبق على قطاع غزة بشكل خاص من حيث حماية المدنيين. من جانب آخر، حماية حقوق الإنسان بشكل خاص، الحق في التظاهر السلمي، وهذا بحسب القانون الإنساني الدولي. ومن المهم وضع التدابير لحماية أمن إسرائيل، وهذا شاغل شرعي ندعمه، ونحن ندعو السلطات الإسرائيلية لضبط النفس والتحفظ واستخدام القوة كملاذ أخير وعندما يكون ذلك ضروريا بشكل نسبي. نحن ندين طلقات النار ضد المتظاهرين التي جرت في الشهر الماضي. إسرائيل نظام ديمقراطي، وبالتالي عليها احترام قواعد الاشتباك واحترام معايير الدولية من حيث إنفاذ القانون. يجب ألا تستخدم الوسائل الفتاكة عندما تواجه المتظاهرين السلميين غير المسلحين الذين لا يشكلون تهديدا مباشرا وجسيما. وهذه هي الرسالة التي واجهتها المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية غير الحكومية. ونطلب أيضا من المتظاهرين ألا يقوموا بأعمال العنف، ونطلب من حماس الذين يسعون إلى استغلال هذه المظاهرات ألا لتعريض أمن إسرائيل للخطر عند السياج الأمني في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس، حيث أن حركات المظاهرات تهدد بالانتشار في الأسابيع المقبلة. ثم تهديد بأن الوضع سيتدهور ويفلت من السيطرة. هذا الخطر كبير نظرا للتوترات الإقليمية. كافة الأطراف يجب أن تضبط النفس وأن تبرهن عن مسؤولياتها. المجلس عليه أن يتحدث. ما زلنا مشاهدين في متابعة لهذه الجلسة في مجلس الأمن حول الأوضاع المأساوية في الأراضي المحتلة وتحديدا في قطاع غزة. وينضم إلينا الآن من القاهرة عبر الهاتف السيد طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني. السيد طه، جميع المندوبين يتحدثون عما يشبه يعني المنازلة المتعادلة. المندوبة
البريطانية، المندوب الفرنسي، فيما عدا المندوب الصيني الذي أكد على حساسية وضع القدس وحدود 67. كيف تتابع هذه الجلسة؟ هل من حلول يمكن أن تقدمها لهذا الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية عموما وفي قطاع غزة تحديدا؟ مساء الخير أستاذ. مساء النور، أهلا بك. قبل التحدث عن الوضع في غزة بدنا نعقب بس على الجلسة وعنوان الجلسة. أمريكا ماذا تريد من محاربة القضية الفلسطينية؟ عنوان الجلسة مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا غزة. يعني ليس الوضع العنوان مناقشة الوضع في فلسطين. أمريكا لا تريد للعنوان أن يبقى في مجلس الأمن. أمريكا لا تريد لكلمة فلسطين أن تستمر، وهنا الخطر وعلينا الانتباه في الإعلام والصحافة كيف تدار جلسات مجلس الأمن. أمريكا رفضت 3 مرات خلال 3 أسابيع الماضية مجرد إصدار بيان صحفي، مش قرار من مجلس الأمن، مجرد بيان صحفي للتنديد بالعنف الإسرائيلي في قمع المظاهرات المدنية الشعبية في قطاع غزة، اللي سقط خلاله أكثر من 40 شهيد بالمناسبة، وأكثر من 1500 إصابة، منها 300 إصابة في حالة خطر. وهذا وضع إنساني يستحق التنديد به ومناقشته بشكل واضح. أما الشق اللي نقدر ناخد الشق الإيجابي في الكلمات، التطرق لموضوع الأنوروا واللاجئين وحق العودة وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة المدنية، نقاط إيجابية ذكرت في معظم الكلمات. وتغييب موضوع القدس، السفير الصيني تحدث عن موضوع القدس، لكن أمريكا لا تريد أن تبقى للأنوروا أي حيز للعمل داخل الأمم المتحدة. وهان الخطورة، ليه؟ هي بدها تلغي مفهوم اللاجئين ليسقط حق العودة بالتبعية. ما تم في قطاع غزة وتحرك شعبي مدني في الضفة الغربية وفي القدس في حق لتثبيت حق الوطني في العودة، وهذا كان منذ عام سنة ونصف، منذ أطلق السيد الرئيس محمود عباس نداء بالمقاومة الشعبية والمدنية لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض كاميرات المراقبة على بوابات المسجد الأقصى والبوابات الحديدية. ونجح الشعب الفلسطيني في مقاومته الشعبية أن يزيل هذه البوابات وأن تتراجع إسرائيل. واستكمالا لهذا الحق، في ذكرى يوم الأرض، مرور 42 سنة على يوم الأرض في 30 مارس، انطلقت المظاهرات الشعبية والمدنية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في استمرار حق المطالبة بحق العودة. ده المقاومة الشعبية المدنية واللي معظم المندوبين أشادوا بها، لكن هم بيناقشوا في تنديدهم أو بإشارتهم للعنف الإسرائيلي كانوا بيرجعوا بيميلوا على الجانب الفلسطيني وعلى حماس، إنه يعني ما تستفزش الاحتلال. طب شو يعملوا الفلسطينيين أكثر منهم؟ يخرجوا عراة حفاة على السلك والأسلاك الشائكة للمقاومة للتعبير عن المقاومة. شو مطلوب أكثر من هيك؟ الحد الأدنى من المقاومة المدنية. فكان على المجتمع الدولي أن يرى الشعب الفلسطيني بواقعه اللي موجود، الواقع المرير. أما فيما يخص موضوع الأستاذ أشرف، الأوضاع في قطاع غزة للأسف، يعني كان في حديث قبل ما تنتقل للمرة الثانية على الهواء حول الأوضاع الإنسانية، وده خطأ من المتحدث أن يجير المظاهرات اللي ذهبت إلى الأسلاك الشائكة بدل المطالبة بحق العودة أن يقول نتيجة الأوضاع الإنسانية. لا، الفلسطينيين تحركوا بذكرى يوم الأرض وحق العودة. موضوع الإنساني، كانش هناك مراحل الحوارات، الحوارات انتهت ودخلنا في مفاوضات وحوارات كثيرة، وتوجت في أكتوبر 2017 بمجموعة اتفاقيات رعاها الجانب المصري على أن الإخوة في الجانب الفلسطيني أطراف الصراع القائم في فلسطين أن يلتزموا بتنفيذ مراحل الاتفاق مش مراحل التفاوض. كان لازم نلتزم بمراحل الاتفاق لنستكمل عملية المصالحة
لنجمع الشمل الفلسطيني وندعم الموقف طيب الفلسطيني. ما الذي حدث يعني لتعكير هذا او يعني لعدم الالتزام بمراحل الاتفاق؟ للاسف الاخوه في حماس اجوا في مرحله معينه وما عادش عندهم استعداد لاستكمال مراحل تسليم الادارات في قطاع غزه. وتفاقمت الاوضاع واجت ضمن ظروف انتفاضة الشعب. تسليم اي ادارات تحديدا؟ الادارات السلطه المدنيه. ادارات السلطه الماليه والضرائب والعدل والشرطه والمعابر، تم تسليم المعابر فقط وجزء مرة فترة شهرين من الكهرباء، وتراجعت حماس عن الموضوع. حماس ما زالت تجمع الضرائب والجباية وفواتير الكهرباء وتمارس المحاكم والعدل والوزارة العدل، ما سلمتش حاجة. فالإخوة في الجانب المصري لأنه طولين بال وما زالوا طولين بال وحيستمروا بالمناسبة، يعني إلى حد بيسعى أنه الجانب المصري يتخلى عن استكمال مفاوضات المصالحة الفلسطينية، لا بكون غلطان ومش فاهم البعد الأمن القومي المصري في الموضوع الملف الفلسطيني. الإخوة في مصر حيكملوا أي كانت العقبات، هم مستمرين في استكمال التفاهم الفلسطيني للوصول لأفضل النتائج لدعم الفلسطينيين أنفسهم، يعني من مصلحتنا احنا المصالحة. نتمنى من مصلحة مصر. احنا من مصلحتنا انه نقعد على نتفاهم ونتفق على آليات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، لانه اليوم احنا في مواجهة مع أمريكا مش بس مع إسرائيل. انت مشكلتك الآن مع أمريكا. أمريكا لا تريد لكلمة فلسطين أن تبقى على التداول، لا تريد لحق العودة، وبالتالي بدها تلغي وكالة الأونروا اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة وأوقفت تمويلها. الأوروبيين ما زالوا متمسكين، بس قديش الأوروبيين حيصمدوا أمام الضغوط الأمريكية؟ أمريكا المشكلة في أمريكا. أمريكا علنا كسرت كل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وقررت بسرقة مدينة القدس، وقررت بأنه مدينة القدس مدينة لليهود منذ 3000 سنة، ونسيت أنه هذه الأرض وتاريخ الإرث الإنساني فيها كان للكنعانيين قبل مجيء داود وسليمان. فهذه كل مشكلتنا حاليا مع أمريكا أكثر ما هي مع إسرائيل. أصبحت مع الولايات المتحدة. وإسرائيل أصبحت في وضع بعد 7 سنوات من الفوضى في المنطقة العربية أكثر شراسة وأكثر استغباء وظلما للآخرين. بالطبع يعني في ظل يعني تختلف الولايات المتحدة جذريا عن كل الإدارات السابقة في عهد دونالد ترامب، وليس الموضوع قاصر على الشرق الأوسط، ولكنه يعني اندرج إلى أوروبا وإلى جميع أرجاء العالم. الإدارة الأمريكية هي إدارة فيما يبدو أنها تمارس الضغط علنيا على الأطراف التي تريد الضغط عليها. السيد طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من القدس السيد فضل طهبوب المحلل السياسي الفلسطيني، مرحبا بك. و يعني كيف قرأت تحديدا يعني ما صرحت به المندوبة البريطانية وأخذت الموضوع إلى بعد آخر، إن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، وحولت الأمر أيضا ليس إلى الداخل الفلسطيني بل إلى سوريا أيضا. كيف ترى هذه الزاوية البريطانية لرؤية الأمور أو لخلط الأمور؟ يعني واضح تمام، إسرائيل بشكلها الحالي والسابق هي عبارة عن قاعدة متقدمة للولايات المتحدة وبريطانيا والغرب بشكل عام، وهذه القاعدة لابد من الدفاع عنها تحت أي حجة. وهذه الدولة لازم تحميها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية وتعمل على حمايتها بكل الطرق. وإنما جرى في العراق وفي سوريا وفي لبنان وما يجري في مصر وما يجري كل ما يجري في المنطقة الشرق الأوسط هو الهدف الأساسي منه أن بقاء إسرائيل وحمايتها وجعلها سيدة للشرق الأوسط، وكاعتبارها قاعدة متقدمة للولايات المتحدة في المنطقة. وكل الحاجات الأخرى التي تطرح هي عبارة عن مبررات لا أكثر ولا أقل. إسرائيل اللي تضرب المدنيين، إسرائيل اللي بتهاجم سوريا، إسرائيل ضربت لبنان والسودان وتقوم بالعربدة في الشرق الأوسط، يعني هي المسكينة واللي بحاجة لحماية
امام الشعب الفلسطيني الاعزل على الخطوط الاماميه في قطاع غزه. يعني منطق لا يمكن ان يدخل عقل انسان واعي. اسرائيل وامريكا الان لهم مخطط في المنطقه، يحاولوا ان يفرضوا اسرائيل سيدا للشرق الاوسط، على الرغم ان هناك 4-5 دول عربيه محيطه لها كلها يجب ان تخضع لاسرائيل. هذه السياسه الامريكيه بغض النظر عن الكيفيه والوسيله. في بعض الاحيان كما حدث في سوريا تشارك امريكا بنفسها بضرب سوريا او بضرب اي طرف يحاول ان يعادي اسرائيل. هذه القضيه قضيه صعبه. الشعب الفلسطيني عباره عن ضحيه تحت كل الشروط وتحت كل الظروف. الشعب الفلسطيني شرد واحتلت ارضه وتستوطن ارضه وتهدم بيوته ويقتل اطفاله ونساءه وفتياته. هذه ظلم كبير على الشعب الفلسطيني، وللاسف واقعنا العربي لا يخدم يعني ما يحمي الشعب الفلسطيني ولا ما يحمي نفسه حتى. الان للاسف انه هناك بعض الدول العربيه تساهم في اضطهاد الشعوب العربيه. وهذه قضيه صعبه جدا، يعني لا يمكن يعني قبولها عند العقل الانساني. ما يجري عندنا في الشرق الاوسط وفي الوطن العربي بالذات يعني شيء فوق الطاقه. تصور لما يوقف ترامب يقول على هذه الامه العربيه ان تدفع خاوه بمعنى اخر. منطق يعني منطق عصابي وليس منطق دولي. تدفع حمايه العلم نوفر اياها. يعني شيء لا يمكن. طيب وقد وصل الامر الى هذا النحو اقليميا ودوليا. المندوبه البريطانيه في كلمتها أيضا أشارت إلى أنه يجب عودة السلطة الفلسطينية للقطاع لإنهاء هذا الوضع السيء ونرحب بالحوار بين فتح وحماس. يعني ما الذي يعيق هذا الحوار وأنت تتحدث عن يعني تخلي دولي وإقليمي عنكم؟ لماذا أنتم لا تتحاورون للخروج من هذا المأزق؟ يؤسفني أن يعني أنا لا أعتقد أن أعلق يعني كل أخطائنا على الآخرين. نحن أيضا كفلسطين ما دام هناك انشقاق بيننا نحن مخطئين، سواء كنا حماس أو كنا فتح أو كنا سلطة، الخطأ أيضا يوجد لدينا. ولكن هناك عوامل تساعد هذا الانشقاق أن يستمر، وهناك من يدفع أموال من أجل أن يستمر، وهناك من يضغط من أجل ألا تصبح هناك صلحة بين او على الاقل انهاء لهذا الانقسام. المنطقه تعيش يعني بتشعباتها وبتعقيداتها وبالاطراف التي تلعب بها. يعني تصور يعني الان هناك مطالبه بسلام في لبنان في سوريا، ولكن اخرين وعرب لا يعني غير معنيين بالسلام في سوريا. ايضا في فلسطين هناك اطراف. طيب يعني 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 فيما يبدو انك نحن سيد فضل يعني فيما يبدو أنك يعني قد وضعت يعني أن هناك وعي فلسطيني وأنكم قد وضعتم أيديكم على المشكلة. هناك أطراف إقليمية ودولية تمول هذا الخلاف. ألا يوجد داخليا من الوعي الذي ينأى بكم عن كل هذه الأطراف لحل مشكلتكم؟ وأعيد عليك مرة أخرى أنك قلت إن الجميع قد تخلى عنكم، أين أنتم؟ يعني الآن أنا أعتقد تماما، يعني أنا لست بعيدا عن اللجوء وكنت طرفا في الحوار من أجل الوحدة في آخر اجتماع في القاهرة. يعني أنا شخصيا نعم. هناك في روحية للعودة للوحدة، ولكن عوامل أخرى تدفع بأن يبقى هذا الانشقاق قائم وموجود. أولهم إسرائيل وآخرهم بعض الدول العربية. وانا بعتقد ان في مصر دوله زعيمة الامه طيب العربيه. يعني كمان. يعني لماذا كلما تحاورنا مع طرف عربي كان هناك ضيف ايضا في نفسها يعني في نفس هذا البرنامج من سوريا، وبدا من خلال حواره ان الخلاف بين الاطراف الداخليه السوريه يعني هو اكبر بكثير من الخلاف حتى يعني في الأيديولوجية مع روسيا أو مع إيران؟ أو يعني لماذا يتفاقم الخلاف الداخلي بنا في الداخل إلى نقط لا نستطيع معها الحوار مع بعضنا لحل أزمتنا التي لا يهتم بها غيرنا؟ أنا أعتقد الوضع في سوريا يختلف نوعا ما. نعم. والوضع في فلسطين له خصوصيته، والوضع في مصر له خصوصيته. يعني الشعب المصري له فترة طويلة في حالة حرب في سيناء وكأنه داخل في معركة كبرى، وهذا وضع أيضا داخلي. الآن هذه الأوضاع الداخلية
هناك أطراف تلعب بهذا الوطن العربي وبشعوب هذه الأمة العربية وتدفع الأموال، وأنا في اعتقاد دول الخليج مسؤولة في البداية وفي النهاية عن كل ما يجري على الأقل بالتعاون مع الولايات المتحدة والحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية هي التي تؤسس لهذه المخططات، وأمريكا تنفذها بأيدي عربية وبأموال عربية. ويؤسفني أن نحن كعرب، أنا أقول جهلة، لسنا جهلة، ولكن هناك يعني أطراف وبعض العناصر في داخل هذا المجتمع العربي يعني تميل إلى القضايا الذاتية، وفي النهاية يغرر بها إلى أن تصبح إلى في صراع داخلي كما نرى. نعم. لكنهم نعم. لا يتصارعوا مع أعدائهم الحقيقيين، وهذه مشكلة كبرى. نعم. يعني نعم. لو صراع سوريا مع إسرائيل ما خسرتش ربع اللي خسرته مع في صراع الداخلي، لو صراع مصر مع أي دولة أخرى ما خسرتش مئات وآلاف الجنود. هاي مشكلة صعبة، وعندنا فلسطينيين نفس الشيء. لو خلافاتنا مع إسرائيل لم نخسر، يعني كل أسبوع الماضي لوحده حوالي 1000 إسرائيليين قتلوا جريح في قطاع غزة. يعني هذا لو أننا في حالة حرب مع إسرائيل نخسرش هذا الموقف كله. نعم. عمل مدني عصيان مدني أو أكثر مظاهرات مدنية، ولكن المجتمع يغمض عينيه عن الحقائق ويزن الأمور بميزانين وكيل بكيلين، وهذا يعني جريمة أيضا دولية في حق الشعب الفلسطيني. بالطبع وكما قلت أنت في أوروبا. هناك وعي وحضارة في أوروبا، وأوروبا تقول لا يمكن الحل القضية الفلسطينية إلا بإقامة دولة فلسطينية وعاصمة القدس الشرقية. هناك في رقي وفي حضارة في أوروبا، لكن الهمجية الأمريكية والحركة الصهيونية يرفضون هذا الموقف، والمجتمع الدولي عاجز عن الضغط على أمريكا على الولايات المتحدة والحركة الصهيونية. طيب وعموما نعم. الحركة الصهيونية والولايات المتحدة وأوروبا والعالم كله يحارب القضية الفلسطينية، والفلسطينيون أيضا داخليا هم غير متفقين. السيد فضل طهبوب المحلل السياسي كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى قطاع غزة، وينضم إلينا السيد طلال عوكل وهو محلل سياسي من غزة. سيد طلال مرحبا بك، يعني أحيل إليك ما قاله ضيفي من القاهرة ومن القدس. حماس رفضت أو نقضت ما اتفق عليه في القاهرة، ورفضت تسليم الإدارات للسلطة الفلسطينية، مما نتج عنه يعني إنهاء الحوار الفلسطيني، وفيما يبدو أن هذا ضرر كبير في الوقت الحالي على القضية الفلسطينية. تفضل. شكرا، هذا صحيح، ولكن يعني بعود مرة أخرى لبعض الملاحظات يعني فيما سمعت. نعم. يعني لا يجوز دائما أن نهرب إلى السلام ونقول يا وحدنا، ثم عندما نتحدث عن يا وحدنا أيضا نحيل المسألة إلى المخططات الأمريكية والصهيونية وما إلى ذلك. هذا لا يكفي. أولا المجتمع الدولي لم يتخلى عن القضية الفلسطينية، ولكن اتضح من خلال الحراك الذي يجري منذ 30 آذار على حدود قطاع غزة أن الفلسطينيين قادرون على إعادة تحريك الاهتمام الدولي بقضيتهم الفلسطينية. المجلس الأمن اجتمع مرتين، فشل صحيح. الولايات المتحدة معلوم ستقف بالفيتو، ولكن بقية المجتمع الدولي ليس مجلس الأمن وليس حتى الأمم المتحدة لوحدها، وإنما هو مجاله أوسع بكثير. على كل حال أنا لا أوافق بأن القضية الفلسطينية يعني تراجعت من حيث الاهتمام إلى الدرجة التي نشكو فيها ونصرخ يا وحدنا. ثانيا موضوع الحوار الفلسطيني الداخلي والانفصال، أوافق بأن حركة حماس كان عليها أن تسلم السلطة، وأن عليها الآن أن تسلم السلطة كافة المسؤوليات، وأن يجري الاتفاق بشأن القضايا المعقدة من نوع موضوع السلاح. المجتمع الدولي دوره في هذه الحالة، وأولا يعني يطرح الرباعي الدولي، الولايات المتحدة رفعت الفيتو عن الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وطالبت حركة حماس بالاعتراف بشروط الرباعي الدولية. هذا الأمر لم يعد ممكنا في الحوار الداخلي الفلسطيني، لأنه الموقف الفلسطيني كله تغير حتى إجاء الشروط الأمريكية والشروط الإسرائيلية. اليوم نحن نواجه صفقة القرن، وهناك موقف
تحصل من الكل الفلسطيني حتى في ظل حالة الانقسام. وبالتالي نصبح أمام يعني تدخلات دولية عربية ولكن لا تصل إلى مستوى منع يعني عودة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني. إذن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن 11 عام من الانقسام خلقت ظروف مأسسة عملية الانقسام وخلقت ظروف معقدة إلى حد كبير بالمعنى التالي. أولا حركة حماس تخشى إن سلمت السلطة وسلمت السلاح أنها ستكون على مذبح الانتقام. يعني أزمة الثقة تصل إلى هذا الحد. أنا تعرف بأن الوضع العربي لا يريد الإخوان المسلمين لا منهم من فشل في دول عربية أخرى ولا منهم من يحمل السلاح في دول أخرى ولا منهم حركة حماس حتى. ما فيش ثقة بحركة حماس من قبل العرب ومن قبل الفلسطينيين أيضا. حركة فتح تخشى حركة حماس أنها ستضع رأسها على المصطلة إذا تخلت عن مصادر قوتها. بالمقابل حركة فتح تخشى أيضا من شراكة حقيقية مع حركة حماس أن تصبح مزاحما لها قويا على القرار الفلسطيني في المؤسسة الوطنية الفلسطينية. وفيما يبدو يعني فيما يبدو أن هذه الخلافات متفاقمة وغير قابلة للحل على الأقل في الوقت الحالي. السيد عفوا المقاطعة وعفوا إنهاء الحوار نظرا لضيق الوقت. السيد طلال عوكل المحلل السياسي كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك. وقد وصلنا إلى نهاية برنامج المشهد. نشكر لكم هذه المتابعة. غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة أني للأخبار. إلى اللقاء.